اعمل بهذه الآية ولو مرة واحدة في حياتك. كل واحد فينا يعزم على أن يعمل بهذه الآية مرة واحدة في حياته، مرة واحدة فقط ليس أكثر، واللي يفعل أكثر الله يبارك له. في يوم من الأيام إذا شعرت في شيء تحبه أنفقه في سبيل الله، درب نفسك، رب النفس هذه، شوف لك شيء أنت تحبه روح تصدق فيه، جرب. قلم عاجبك مثلا عندك أهده، حاول أن تعمل بهذه الآية ولو مرة واحدة، اعمل بها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله